مساء الخير والإحساس والطيبة، مساء ما يليق إلا بأحبابي. عن اللي مسكناه جفني وأهدادي مساء الخير والإحساس والطيبة، مساء ما يليق إلا بأحبابي. طابت أوقاتكم مشاهدين الأعزاء بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا ومع هذا اللقاء الجديد وحلقة هذا الأسبوع من برنامجكم روحات شعبية. نتمنى أن نقدم الشيء اللي يعجبكم ويحوز على رضاكم، فهذه دعوة حب صادقة نقدمها لكم لمتابعتنا على مدى 45 دقيقة من الآن. نتمنى أن نقدم من خلال الشيء اللي يعجبكم ويحوز على رضاكم. إليكم جميعا هذه القصيدة والشاعر ذيب الشمري. سامح الله من طعني وعني ما دري، لأن ناديته من القلب يسحب خنجرة، قلت هذه خنجرة، قال هذه خنجرة، قلت خذها، قال دعها بقلبك تذكرة، قلت أنا من كل ذنب عدا حبك بري، قال هذا ذنبك اللي عسى الله يغفره، قال أنا والحمد لله في حبي ثري، لي كثير أحباب غيرك وهذه مفخرة، أنت حتى في شعورك وحبك عنصري، من تحبه تضغطه ضغط حتى تخسره، قلت توك في مجال الغلا غصنك طري، في زمان به ضلوع العفاف مكسرة، يوم قلت أغليك والله ماني مفتري، الغلا سلطة عليها صعيبة السيطرة، كان حبي لك جنوني ولكن عبقري، شفت غيرك كل أبوهم بظهر المنظرة، كنت لك مستعمرة وانت حاكم عسكري، ما دريت انك الغيري بلد مستعمرة، قلت حبك غلف القلب مهما تزدري، مثل ما هو غلف الحب عرنوس الذرة، يا حبيبي يا حبيبي ويا مستعمري، صاحبك في كلمة الشك قصيت ظهره، كنت عز انسان في قلب ذيب الشمري، في لقاك ترحب العين قبل الحنجرة، كنت عز إنسان في قلب ذيب الشمري، في لغاك ترحب العين قبل الحنجرة، لكن آخر سهم جاني فرى صدري فري، ما شعرت إلا وأنا في حدود المقبرة، ليل صبري عنك مظلم ولكن ينسري، أسهره وأسريه وأرجع وعيده وأسهره، سامح لك بل محبة تبيع وتشتري، وبعدها ترجع القلبي وتلقاه صخرة، المحبة كلنا خلفها نجري جري، لكن إن الحب الغصب ما فيه ثمرة. مشاهدين الأعزاء، دائما الشاعر يترجم بقصائده الأحاسيس والمشاعر التي يمر فيها، وفي اللوحة القادمة معنا قصيدة للشاعر حمد بن سعد العجمي. من خلال هذه القصيدة راح نسمع السؤال والجواب، خلونا نستمع إلى هذه القصيدة والشاعر حمد بن سعد العجمي. ويش سر الأناقة، ويش سر الجمال، ويش سر الرشاقة والجديل الطويل، ويش سر الحلاوة، ويش سر الدلال، ويش سر البراءة يوم طرف امتحين، اكتملتي وربي هو زعيم الكمال، فيك ضاعت حروفي يوم عودك يميل، اكتملتي وربي
هو زعيم الكمال، فيك ضاعت حروفي يوم عودك يميري، لا مشيتي تخطي بالمهل والعدال، دبرة الله عظيمة يوم مالك مثيل، فوق قمة جمال العرش صرتي مثال، باختصار العبارة كل ما بك جميل، أنتي المهرة اللي وصلها ما ينال، ولو بغى عسفها الخيال ما له سبيل، مهرة ما تلجم بالرسم والحبال، لا تدور صديق ولا تدور حليل، غاية النفس فيها بس هذا محال، كيف بوصل فتون رمش عينه ظليل، أشهد إنها تعدت بالوصوف الخيال، كل ما جيت أوصف ضاع مني الدليل، رحت أجمع قواي وقلت هل من مجال، قال تامر تفضل، قلت شكرا جزيل، رحت أجمع قواي وقلت هل من مجال، قال تامر تفضل، قلت شكرا جزيل، قلت حسنك يتيم وزاد فيني إهبال، قالت الزين واجد، قلت لا مستحيل، طالبك ريحيني واحسمي ذا الجدال، والله إنك جميلة وإن جنسك قليل، قالت انت اكتفيت، قلت باقي سؤال، قالت انت اكتفيت وقلت باقي سؤال، قالت اسأل وعجل لا تحاول تطيل، قلت لي خاطر بالمعرفة والوصال، ودي أكون من روحك قريب وعديل، لا تخليني فكري للهموم الطوال، عقبك أجاوب الورقة بخطوة هديل، قالت اسمع فديتك وانتبه للمقال، كون يرضاك هذا احتمال ضئيل، قالت اسمع فديتك وانتبه للمقال، كون يرضاك هذا احتمال ضئيل، وانت ما هو قصور فيك يا ابن الحلال، وكل واحد يلقى في البشر له خليل، وتركتني وانا في حيرة وانذهال، من هجوس الفكر ما غير احط واشيل، واقف واتلفت من يمين وشمال، ليتها ساعدتني وكسبت في جميل، خيم الصمت لين اعلنت شد الرحال، عقبها في حياتي وين بلقى البديل. يشارك معانا عزيزي المشاهد الشاعر سيف لافي الخليفان. من يقول الجرح في آخر علاجه يطيب، ومن يقول انطاب باكر أثر جرحه يزول، لا حشا ما طاب منه مثل جرحي عطيب، وإن شكى لا ما لقى له المشكلة حلول، لا حشا ما طاب منه مثل جرحي عطيب، وإن شكى لا ما لقى له المشكلة حلول، هو دوى المجروح لا من تشكى فيه عيب، ولا إنه في عن الجرح يسكت ما يقول، قالوا إن العلم بالطب تطويره رهيب، قل طيب وين طبي من الريم الجفول، قالوا إن العلم بالطب تطويره رهيب، قل طيب وين طبي من الريم الجفول، علموه الشمس تشرق وبعيوني تغيب، وعلموه شلون همي في كل ليلة يطول، ليه متى بصبر وناديك يا أغلى حبيب، طال صبري وترجى متى يوم الوصول، ليه متى بصبر وناديك يا أغلى حبيب، طال صبري وترجى متى يوم الوصول، ما قطعت الياس ومتأمل شوف قريب، أقرب من العين للرمش يا البدر الخجول، حبك من العام ولا زال في طبعه عجيب، ودي أعرف كان لي في أحاسيسك ميول، أو إذا مالي معاك أنت بالدنيا نصيب، أشهد أن الجرح يبقى ولا يمكن يزول. كما يشارك معنا عزيزي المشاهد الشاعر زيد بن غيام. كحيل الطرف روق واسترح، خلى الهوى عنك تراك انخفض في بحر الهوى، يا كثر إصاباتك دخيلك غطهن زي منت، لا سلهمت غطنك دخيلك، رحمة بالناس لا تزيد التفاتاتك. كحيل الطرف روق واسترح، خلى الهوى عنك تراك انخفض في بحر الهوى،
يا كثر إصاباتك دخيلك غطهن زي منت لا سلهمت غطنك دخيلك رحمة بالناس لا تزيد التفاتاتك أنا زلت قدم رجلي بدربك والسبب منك رسى مركب غرامي بس طبع بول محطاتك أنا ما كنت أعرف أن الصدف بلوى ولكنك تبرهم صدفتي وياك بلوى من مصيباتك أنا ما كنت أعرف أن الصدف بلوى ولكنك تبرهن صدفتي وياك بلوى من مصيباتك كحيل الطرف يا حلو العيون السود يوم انك نهضت الرمش كنك لي تشوف افعال لوعاتك بدا مفعولها مثل السحر وردودها جنك قصيد يكشف الخافي وجاتك بالوفا جاتك كحيل الطرف يا حلو العيون السود يوم انك نهضت الرمش كنك لي تشوف افعال لوعاتك بدا مفعولها مثل السحر وردودها جنك قصيد يكشف الخافي وجاتك بالوفا جاتك حروف لا سهرت الليل بو الليل يسرنك شبيهك بس ما ضوى وحوله نور نجماتك أبا أجمعك بقصيدي واترك عيوني يراعنك تجمعها طواري فكري المشتاق لشتاتك أنا مكذب وأقول أنت القمر والشمس ضونك أقول أنت القمر والشمس أقول أنت القمر ياخذ صفة والشمس بصفاتك وأنا مكذب وأقول أن الشفق والورد من فنك أقول أن الشفق والورد ذاب وذاب بشفاتك. أعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة والآن عودة إلى الزميل مجبل الحشاش لتكملة فقرات هذا البرنامج. أرحب وأستضيف الفنان فريج. حياك الله أبو يوسف. حياك الله يا مرحبا. سعداء بوجودك معنا في حلقة هذا المساء. الله يسعد أيامك. شاكرين لك هالأغنية الحلوة ونتمنى إن شاء الله أنك تتحمل أسئلتنا. أبرك. الفنان فريج المعروف عنك أنك برزت في الثمانينات من خلال الأغاني الشعبية وحفلات الأعراس والجلسات الخاصة، ومن ثم قبل تقريبا 4 أو 3 سنوات أصدرت ألبومك الأول بشكل رسمي. نبي نتكلم عن هذا الألبوم وش اللي لاقاه. الألبوم الأول تعاملت مع الأستاذ خالد الزايد. نعم. وسليمان الملا. لأن يعني كانت لي رغبة أني أنزل، بس مع الأسف ترى ما هي يعني ما حطت إلا لحن واحد من الحاني أو من اللون اللي أنا بيه، ف يمكن أقدر أقول أنه ما نزل بشكل صحيح أو أنه بالتوزيع المطلوب. يعني معناته أنك مو راضي عن اللي قدمته؟ مو راضي إلا يعني ما هو بالنفس الشغلة المطلوبة يعني اللي أنا تمنيتها. أنت ذكرت خالد الزايد وذكرت سليمان الملا. نعم. هذولا فنانين معروفين ومشهود لهم في أعمالهم. ساتد. ولكن أنت تقول قدمت الشيء اللي ما هو لوني، هل هذا معناه أنك تبعت الأسماء الإعلامية علشان تطلع من خلالهم، أو أنك أنت حبيت أنك تبدأ في شيء ما هو لونك اللي أنت تبدأ فيه؟ لا أخوي أبو خالد، أنا أعترف في لونهم. نعم. من أجود وأحسن الألوان يقدمونها. نعم. اللي هو الأستاذ خالد الزايد وسلم الملا، ف يعني هم خيروني وهذا أقرب ما يتناسب معي. نعم. ولكن يعني فيما بعد تعاملت مع الأستاذ يوسف المهنة وتقريبا يعني يميل للسامري أو عرف لوني أكثر. نعم. أو خيرني يعني أخذت منه تقريبا 4 أعمال فنية كاملة. نعم. ومع الدكتور بندر عبيد هم أخذت منه لحن. يعني كل المجال اللي أنا أتقدم فيه صحيح أنهم يخيروني، ولكن أنعرف فريج من خلال السامري. نعم. وشعبي. يعني أنا في أغاني أغنيها أتمنى أنها تكون لي. نعم. يعني مثل لو الله أقوى يا نصيبي. نعم. اللي غنتها الله يرحمها عائشة مرضى. نعم. أنت تتمنى إبراهيم الصولة. إيه. وكانت أغنية يوم الثلاثة. نعم. يعني هذول السامريات اللي أنا عرفت فيهم ونحبيت.
طيب يعني الشريط لما أنت غنيت من كلمات من الحان خالد الزايد ومن الحان سليمان الملا، هل الشريط ما نجح مثلا عدم التوزيع سيء مثلا التوزيع، أو أن مثلا هذا نصيبك؟ والله ما أقدر أحكم عليه، لأن توزع بشكل جديد، خدم إعلاميا، هو توزع بشكل إعلامي مثل ما تقول روتين محدود. نعم. ولكن ما هو من النوع المدعوم اللي يعني تبين بصورة متعوب عليها. نعم. طيب أغلب الناس اللي يعرفون فريج كفنان شعبي أو كإنسان كان يغني في الجلسات الشعبية والخاصة يقولون إنه مثلا غير مساره، لو كان مغني على نفس الطريقة اللي كان يغني فيها. نعم. يمكن شريطه طلع اللي هو عود وإيقاع. هذه اللي أنا بصراحة ندمان عليها، إنه كانوا يترقبوا مني ألحان أو أغاني نفس الأغاني اللي غنيها. نعم. ومع الأسف أني غنيت أغاني. نعم. ما هي نفس اللون، يعني أنا أتكلم عن اللون السامري. نعم. أنا انشهرت بالسامري وأحب أني أكون تابع هذا الطريق، يعني السامري هو عدة ألوان فيه. نعم. يعني متشعب كثير وكل المغامات فيه. نعم. يعني مليء من أروع وأعذب الألحان. نعم. ما لازم أنه يعني أني أروح على رتم بصراحة يشد شوي عنه. معنى كلامك انك ندمان على شريطك الاول. ما هو ندمان، لكن يعني تحسفت اني ما لبيت رغبة الجمهور اللي كانوا يتوقعون مني. نعم. اني غني لهم نفس اللون اللي هم. طيب انا بحكم معرفتي فيك الشخصية ان هناك عمل جديد. نعم. او هناك شريط جاهز. نعم. تكلمنا عن الشريط هذا، هل انك اتبعت نفس خطك الاول في الالبوم الاول او انك غيرت، وشين التغييرات؟ لا، العمل الثاني اللي تعاملت وياه مع الأستاذ يوسف المهنا، وكان ترى الأستاذ يوسف من زمان حبيت أتعامل معه من أيام. نعم. 88 بس ما سمحت الظروف لنا، وأنا أقولها بكل صراحة، إنسان مجتهد وهو اللي عرض علي الطيبة، يعني هو اللي حاب أنه يخدم اللون ويخدم، ولها الحان قوية جدا جدا من اللون السامري مثل ستة الجناحة يوم حام. نعم. كلمة خالد الفيصل، يعني لها لون قوي بالسامري، فخيرني واخترت منه أربع ألحان. نعم. فيهم من كلمات عبيد الدبيسي من السعودية. نعم. وفيهم بسام السلامة هم السعودي. نعم. وفيه جمعة بن مانع الغويس من الإمارات. نعم. وفيهم الله يرحمه عبد الله الفرج من الكويت. نعم. من أكبر شعراء عنده. فحسيت أن الحانة فعلا على نفس لوني اللي أنا بيه، وهو حاب أنه يخدم. نعم. يعني خدم اللون اللي أنا قاعد أمشي فيه، وإنسان يعني له باع طويل وأنا حطيت لي لحن اللي هو اللي غنيته قبل شوي. نعم. لو طعني مدام الجروح صار. نعم. كلمات شاعر سعدون. نعم. العازمي. نعم. وفيه هم لحن أخذته من الدكتور بندر عبيد. نعم. اللي هو يا عين هلي كلمات البندر. نعم. فالعمل على ما تفضلت فيه أنه جاهز وراح يرى النور إن شاء الله قريبا. إن شاء الله نوعد المشاهدين في شريط فريج الثاني. إن شاء الله أنه راح ينزل إن شاء الله قريبا. ضيفنا الفنان فريج، لو سألناك عن تعاملك مع شركات الإنتاج أو فكرتك اللي أخذتها عن شركات الإنتاج، وبصراحة أقدر أقول إن شركات الإنتاج لها عقود. نعم. ما تخدم الفنان، يعني تقصد كل الفنانين أو الفنان المبتدئ أو لا 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 لا, لا الفنان القوي فارض نفسه. نعم. أو الناجح. نعم. أو المشهور، لأن المنتج هو يحب إنه تعامل معه. نعم. لكن الفنان المبتدئ. نعم. اللي لحد الآن ما أخذ شهرة عالمية. نعم. أو صورة كاملة يجد صعوبة، له مجموعة محبين وحافظ على اللون هذا. نعم. لو أنه حب ينزل لهم شروط. نعم. ما تخدمه، يعني تغيده، وأقولها مع الأسف، يعني يوم قلت لي بصراحة أن أكثر المنتجين ما هم فنانين، طالما أنهم يعاملون الفنان كتجاري. نعم. حطوا قدامه أمره ما ينجح الفن
ليش؟ لأنه يفكرون احنا ايش نربح من الفنان هذا، ينظرون للكسب المادي بغض النظر عن الفن. بس انا اتمنى ان فيه منتج فنان او حساس او يحس بالالوان الموجوده، نعم، بحيث ان لو قدم شيء وما كسب منه لكن يكسب اللي اقوى واحسن، انه خدم الساحه الفنيه بفن اصيل له 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 مستمعين، نعم، ولا جمهورة. وله جمهوره ولا حد ينقد عليه. نعم. أما إني والله أقول لك عطنا أغنية للسوق، أنا أرفض هالكلمة هذه. أصلاً عيب عندنا، تصدق يا أخوي أبو خالد، اسمح لي إني أقولها بكل صراحة، أكبر عيب عندنا عطنا أغنية للسوق. يعني كان يقول لك عطنا أغنية مهزلة أو مسخرة. زين السوق، أنا تقصد إن اللي يمشي الآن الأغاني اللي دون المستوى، يعني اغاني موضه مالت، يعني في اغاني الحين ضربت ووزعوا لها كذا شريط وفرضوها علينا وكذا، واخرتها لما انت بتسمعها حتى فنانها نفسه لو تقول غنها لي يقول لك لا خلها تولي، لانها كانت بس اغنيه تسوق، عيب. لكن انا اغني اغنيه تستمع، يعني في اغاني من الستينات، نعم، من الستينات لحد الان تغنيها وفخور فيها. طيب سبب ترويج الاغاني اللي تقول عنها انها دون المستوى، هل هو المستمع أول الشركات الإنتاج أو الفنانين؟ لا هي 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 موضة، هي فكرة منتجين لهم فنانين ولا شيء. عطنا أغنية بس مثل ما تقول تضيعة وقت أو لعبة. معناته أن المستمع يتقبل الأشياء هذه، هم يدورون اللي يمشي في السوق. هم فرضينها على المستمع، هم فرضينها. نعم. أنا لو أفرض نفسي على المستمع، نعم، يعني محتمل أخلي كل وقت لازم يسمع الأغنية هذه وكذا على أساس أني أعطيه واحدة تلفت النظر. نعم. يعني في اغاني انت تعرفها ام خالد. طيب ما ودنا نخص بالاسماء. الفنان فريج، لو انتقلنا من شركات الانتاج، وينك من الاعلام؟ بما انك لونك شعبي وطريقتك بالسامريات، ليش ما تشارك في البرامج الشعبيه؟ ما تشارك في السهرات؟ ما تحاول تكثف جهودك في وسائل الاعلام اللي من خلالها يصل الواحد للمستمع؟ انا اقولها علني، وزاره الاعلام ما ينعرف لها. شلون؟ ما لها مكانات معينه. هل فيه دعوة للفنانين أو سهرة مثل اللي سووها الليلة الخليجية هذه اللي، نعم، توقفت أيام فبراير؟ بس دعيت عليها وجيت أكثر من كذا مرة، كانت عندهم الضيوف ويقولوا لك مثلا الوقت الثاني والوقت الثالث، يعني أجي جيت وأنا ما دعيت. معناته أن وزارة الإعلام تخدم الفنانين اللي برا الكويت؟ لا 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 تخدم، بس أنها مو منسقة الفئة يعني دون الأخرى. إيه مو عارفين. أنا لو أني بروح لوزارة الإعلام، مصنف أنت في وزارة الإعلام؟ مصنف، نعم. لو حبيت أروح لوزارة الإعلام ماني عارف من أروح له، وين البرامج اللي أنا لا. لما حصل مثلا دعوة من أبو خالد أنه يقول مثلا فيه برنامج عن اللون المعين، أنا فخور الحين أني متشرف أني قاعد معك لأنك تتكلم عن نفس اللون اللي أنا أتعايش معه. نعم. يعني مستحيل أني بروح أفرض نفسي أقول أنا والله أحب أسوي لي لقاء ولا أحب أغني. نعم. يعني ما هي فاتحة المجال هي نفسها. نعم. دائما الأغاني هذه لها صدى عند الناس، ودائما الناس يحنون للشيء القديم بغض النظر عن الناس اللي يتابعون الأغاني الحديثة، وإحنا ما ننكر وجود أغاني جديدة وأغاني مطورة تحمل في معانيها الجمال وتحمل في ألحانها مقومات الأغنية الصحيحة، ولكن يبقى الحنين للماضي دائما. نعم. أقوى. الفنان فريج، قبل لا نختم لقاءنا معاك وقبل لا ننهي هذا اللقاء، طبعا من كلامك عرفنا أن هناك ألبوم جديد إن شاء الله ونبشر المشاهدين فيه، ما نقدر نقول متى ولكن في الأشهر القريبة إن شاء الله، وفي مجموعة من الألحان الجديدة ومجموعة من الكلمات. ولكن قبل الختام أيضا نقول لك، هل هناك من كلمة تحب تقولها سواء للمشاهدين عن طريقة هذا البرنامج أو عن وزارة الإعلام أو الملحنين أو شركات الإنتاج؟ والله يا أبو خالد أنا ما أقدر أقول إلا أنه أتمنى أن الشركات الغوية عندنا من فضل الله أقوى شركات في الخليج، نعم، وأتمنى أنها تكون شوي تواضع لنا، نعم، وتفتح المجال، نعم، أو ننزل بصورة طبيعية بدون تغيّد وبدون فرض. نعم. أتمنى
يعني من جميع شركة الانتاج يعني. نعم. كل ما يكون منتج انه يفتح المجال، مو اساس انه يتعامل كتجارين، يتعامل فنيا. نعم. ينظر للجودة بغض النظر عن نعم. الربح. نعم. وانا عارف ان الجودة هي اللي فيها الربح. نعم. ولكن يمكن مثل ما تقول ابتعدوا او التهوا عن الجوهر. نعم. الفني. عموما احنا سعداء بوجودك ابو يوسف، ونتمنى ان شاء الله انك ما تغيب عنا في مشاركاتك وفي اغانيك الحلوه ان شاء الله. وانا اشكرك والله يا ابو خالد، واشكر جميع الغايمين على هذا البرنامج، فعلا تتيحون الفرصه لي ولغيري، واشكركم جدا. سعداء بوجودك وحياك الله ابو يوسف. حياك الله. كان أعزائي المشاهدين هذا اللقاء الذي أجريناه مع الفنان فريج، نتمنى أن سمعكم الأغاني اللي تعجبكم وأن وفق في إجاباته على الأسئلة التي طرحناها عليه. الآن نتواصل معكم وفقرات برنامجنا وننتقل إلى هذه اللوحة. مشاهدين الأعزاء، في الحلقات القادمة إن شاء الله ولتسليط الضوء على شعر الديوان وشعر القلطة، سيكون لنا لقاء مع الشاعر مساعد محمد ابن جبران. مطلوب في المحاورة في كل شاعر محاورة سواء كبير أو صغير، لأنك إذا والله عليك تسرعت رحت فيها. خلي أكون صريح وياك، أنا أول من غنى الموال في الكويت. نعم. وكنت قابلت بالرفض من قبل الشعراء. نعم. وكانوا الجمهور دائما يطالبوني بالموال. نعم. فعندما أقول لهم ما في أحد يلعب يقول لي لا، لو تغني أنت بروحك. يقال بأنك تنفعل في القلطة تزعل. أنا أشوف أنا أزعل. ليش ولا أزعل؟ ما أقول لك ليش ما أزعل. نعم. أنا أحيانا كل دول الخليج عزيزة علينا ونعتبر في بلداننا الثانية، لكن المصيبة أني أنا أحياناً أكون مرتبط بحفلة. أنا شاركت في قطر، شاركت في المملكة العربية السعودية بعدة حفلات، لكن سبب لأنهم هم ممكن تداولوا عندهم الصحافة ما أدري كتبهم يعني عن الموضوع هذا. الصحافة السعودية؟ إيه. نعم. بغض النظر عن الصحافة السعودية وغير. نعم. يقولوا لك إن في خلاف بين مساعد وشعراء الخليج. أنا ما في عندي خلاف، بالعكس كلهم ربعي وكلهم زملائي، لكن المصيبة صاحب الحفل اللي يدعيني على يعني يكون عندي حفلة بالكويت. رحت ولا جيت في الدرب قدام على صحيح وتاركين الحيالة، نفس المكان اللي وقفناه بهالعام ونفس الكلام ونفس خط الرسالة. أنا جوني شعراء زملاء ورحت أنا وياهم المجلات والصفحات الشعبية ورحنا لهم وتكلمنا، حصلنا اللي أجرى اللقاء يتهرب. ما يبي يقول لك أنا عندي شريط وعندي، يتهرب. ليش؟ حنا مو حاضرين على أساس نبي منه شيء، ما نبي منه شيء حنا، بس على أساس أن نرضي مجبل رفيجنا هذا اللي تكلمنا حنا عنه، نبي نرضيه، نقول حط الشريط خلي بسمع كلام صاحبي هذا على أساس صاحبي ما يزعل. خلي مو مشكلة القاري، خلي يقري على كيفه ولا تتكلم على كيفه مشكلة، لكن أهم شيء عندي صاحبي اللي أنت زدت الكلمة هذه. سبب شنو هو؟ على اساس انك انت ترد والثاني ترد والثاني. لكن في تحفظ من شعراء المحاوره بسبب اللقاءات الصحفيه. اما في سالفه انه يقول لك والله الجمهور يعزفون عن مساعد بن جبران لانه هادي او انه ما يثير، انا لا يمكن اني اثير. لا، لانه يقول لك مثلا لما يكون في قلطه فيها حماس وقلطه فيها تحدي وقلطه فيها عناد، يقول لك لا مساعد ما يصلح في القلطه، في شاعر اخر مثلا او شعراء اخرين يجب انهم هم اللي يكونوا. مو صحيح يا ابو خالد، انا يعني اكثر الجمهور هنا عارفني، يعني انا لا يمكن اني يعني اني اترك طروق حماسي. ليش؟ لان الطروق الحماسي هذا ممكن يشجع الجمهور والصفوف، وهذا انا معاه في كل الظروف، لكن المهاترات انا ضدها. مشاهدي الأعزاء، ما كان بودنا أن نودعكم، ولكن انتهى الوقت المحدد لبرنامجنا. قبل الختام نتمنى أن وفقنا فيما عددناه وقدمناه لكم خلال حلقة هذا الأسبوع. أيضا قبل الختام تقبلوا تحياتي وتحيات جميع العاملين معي في هذا البرنامج، وهذه تحيات منفذ هذا الديكور المهندس مؤيد التركيت، وتحيات مراقب مواد هذه الحلقة ناصر الرشيدي، ومن المتابعة والتنسيق محمد فراج، وتحيات زميلي نهار الشبعان، وهذه أجمل تحية مني ومن المخرج وليد الشمري. حتى نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله، لكم مني أطيب تحية ومن الله أجمل سلام. مساء الخير والإحساس والطيبة، مساء ما يليق إلا بأحبابي. مساء الخير.
كائن غير غصن الطير يحكي به عن اللي مسكناه جفني وأهدادي والإحساس والطيبة مساء ما يليق إلا بأحباب.